في مقابلة النصف النهائي شاء القدر أن يلتقي فريق الوفاق مع العملاق المصري فريق الأهلي للقاهرة المتوج عدة مرات كبطل إفريقيا. والعجلات في فتحة وشبير لم يتمكن من التقاط الكرة وتدخل اللاعب قبل بداية المقابلة. والهدف من صرار عبد الحكيم، ضربة رأسية هذه الإعادة، تنفيذ المخالفة، لمس باليد متعمد. تعجبوا لرؤية الهدف الهائل لغريب. هدف فعلا، هدف جميل وممتاز على الطريقة البرازيلية، بسيكلات على الطريقة البرازيلية. غريب مخلوف اللي حقا بضربة مقصية هائلة يسجل الهدف الثاني، وحقيقة اللهنا يقدموا له التهاني. انتصر الوفاق بهدفين مقابل صفر في مقابلة الذهاب. هل كانت النتيجة كافية للتأهل؟ لقاء العودة بين النادي الأهلي بطل مصر ونادي سطوف بطل الجزائر. ضربة جزاء، شايف انا متهيألي عبد الجليل رقم 9، وعلى طول على الجنب عبد الجليل الأولاني علاء مرهوب لصالح الأهلي 1 لا شيء للسقوط. وداخل على الكورة وبطن رجله اتحاشت الكورة. دلوقتي الفرص 3 سطيف 2 اهلي، 3 سطيف 2 اهلي، 6 خطوات وداخل على الكورة، الدور الخامس لازم النادي الاهلي